نعم. لا لا دكتور، أنا ما فيني شيء الحمد لله. دكتور أنا معرس جديد توني متزوج، وقبل كنت متزوج وانفصلت وعندي 3 أولاد. ف والله ما ادري شلون افاتحك، يعني ابي انا وزوجتي الحين اذا صار شيء بيني وبينها انها ما تحمل، يعني فاهمني؟ يعني اذا تقدر تفيدني تعطيني مثلا ابره ولا حبوب ولا اي شيء، يعني فاهمني انت؟ ها مشكور، كثر الله خيرك حجي، مشكور. بالمبارك بالمبارك. كلاي كلاي، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. كلاي مبروك مبروك يا بنيتي، مبروك مبروك يا حبيبتي، مبروك. تفضلي تفضلي، هات هات العصير، تفضلي. مبروك. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. تعالي ابو، حياك حياك، يلا حياك تعالي. أقول فواز، هلا، مو كان أفضل إن إحنا نبات في أوتيل؟ لا حبيبتي، أنا ما أبي العيال يقولون شبكتيني منهم من أول ليلة، عرفتي؟ إي صح، مراعاة لنفسية الأطفال. إي عدل بالضبط، هذا حياك يبا، حياك تعالي، حياك تفضلي تعالي، ولا تستحين هذا بيتك، حياك حياك يبا، حياك حياك تعالي، حياك 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 تعالي، تفضلي تعالي. شلونكم يبا؟ تعال 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 يا حبيبتي، تعال تعال أعرفك على العيال، هذا الجعده دلوا عبوه، هذا مشاري، هذه عذاري، وهذا مبارك الله يحفظهم. يلا يبا قوموا سلموا على زوجتي، وهذه حسبة أمكم، يلا قوموا سلموا عليها. أهلا. يلا يبا حياك، تعالي تعالي حياك.